فضيلة الشيخ وفقكم الله، العالم الذي يفتي بفتوى شاذة عن بقية العلماء، هل العالم الذي يفتي بفتوى شاذة عن بقية العلماء هل يصلح القول بأنه ضال مضل؟ الذي يفتي بقول شاذ هذا مخطئ بلا شك، فإن كان قاصدا وهو يعرف قاصدا التضليل هو ضل، أما إذا كان ما درى ويظن أن هذا هو الصواب هذا مخطئ، هذا يقال له مخطئ. نعم.